اليوم انتصار الرجاء الرياضي رابح ان شاء الله. بشحال كيف ما كتعرف ندافعوا على اللقب ديالنا وحنا المتصدرين ان شاء الله. اليوم انتصار باش نكونوا متصدرين للجروب ديالنا اللي هو كتواجد فيه ثلاثه الفرق من المغرب، وان شاء الله الحظوظ عندنا وافره باش نكونوا حنا البوميه ان شاء الله. انتصروا فيه ويكون انتصار مستحق عن جدار واستحقاق نتيجه واداء. اش نقدر انا من المحمديه سولنا على الرحله من اكادير رحله شاقه 5 سوايع في 6 سوايع 11 ساعه في نهار واحد راه قاصحه شويه. راجل ان شاء الله 3 غير بزاف بزاف بابا 3 واحد باش نربحوا 3 نقاط نربحوا ان شاء الله من بعد خساره ديال مع نجم الساحل في شغل التقويه. نتمنوا لنا الحظوظ ديالنا يكون مزيان باش ندوزوا للدور الاخر ان شاء الله. نربحوا ان شاء الله بركان ونربحوا اكادير راك تما نورمال. الاجواء عاديه اخويا، كاينه امن شي قوموا بالواجب ديالهم حراسه مشدده، ما كاين لا صداع ما كاين لا مشاكل كيف العاده اخويا. تمشيو نورمال وتنجيو نورمال حيت الراجي هادي ماشي الوداد ولا الراجي، راه فريق كبير هذا اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد خساره ديال مع نجم الساحل في شغل التقويه نتمنوا لنا الحظوظ ديالنا يكون مزيان باش ندوزوا للدور الاخر ان شاء الله. نربحوا ان شاء الله بركان ونربحوا اكادير راك تما نورمال. الاجواء عاديه اخويا، كاينه امن شي قوموا بالواجب ديالهم حراسه مشدده، ما كاين لا صداع ما كاين لا مشاكل كيف العاده اخويا. تمشيو نورمال وتنجيو نورمال حيت الراجي هادي ماشي الوداد ولا الراجي، راه فريق كبير هذا اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.